عندنا احد الاخوه العائدين من السجون الاسر الايرانيه، ما نذكر اسمك، مولانا شو تحاكي عوائل الاسرى والمفقودين؟ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اخوانا متاسرين اول بدايه الحرب بالثمانين 2020 شهر 12 جيت توني، لكن ما لقيت حقوق، نسيت معاملتي وظليت اموري تعبانه، لا راتب لا شيء، وخف الله على الناس الطيبين دي يساعدوني. انا رجعت من الاسر اهلي كلهم متوفين، فما عندي احد، الي الله والي الطيبين، والحمد لله والشكر العراقيين اهل نخوه اهل غيره. يا اخوان يا اهل الاسر يا اهل المفقودين ويا اهل الجرحى، ترى كثير اكو ناس موجودين بإيران ودي يجيبوهم، يعني يجيبوهم بين فتره وفتره يجيبوا لهم وجبه زين، اول ما بلشوا بالمرضى وبلشوا بالناس اللي صاير عندهم شلل واللي صاير عنده خلل عقلي، ودي يحاولون اول ما بدوا بالمرضى. وانا رجعت توني صار 4 شهور، اي 2020 شهر 12 اجيت، اسرت 1980 اول بدايه الحرب بالشلامته، وهسه رجعت سنون ما عندي، لحيتي بيضة، يعني حتى زواج ما متزوج، لا عندي بيت لا عندي عمل ولا عندي شيء اعيش به، يعني فد مصدر عيشه ما عندي. خلف الله على الناس الطيبين وعلى الناس اللي منتسبين للدوله، اهل النقاط واهل الشرطه، اي دي يساعدوني على مطلب هاللقمه هاي تيجي رمضان، اجى هذا رمضان كريم على امه محمد ان شاء الله بالخير والعافيه والبركه. الله يبارك على الطيبين هاي، والله يبارك على الناس اهل الغيره، وليظل بالكم ترى واي اكو اسره، واي اكو اسره بإيران، ودي يجيبوهم بين فتره وفتره يجيبوهم، لكن يجيبوهم شلون؟ اللي يلقوه اهل الصليب، الحكومه الايرانيه ما تدلي عليهم، ما تدلي على الاسرى ابد، بس يعني باقي الشطاره مع شطاره الصليب الاحمر الدولي، لان ينبش على الاسرى، اكو اسرى ما اعرف وين دافنيهم بيا سجون زين وما يعلمون عليهم، فهم هم بشطارتهم، اكو ناس لهم مختصين يوصلون اخبار لا للصليب، والصليب يروحون لاي مكان لهم حق ينبشون على الاسرى. اي فلا يضل بالكم ان شاء الله، والله يرجع اولادكم بالخير والسلامه، اللي مفقود ابوه اللي اخوه اللي عمه اللي خاله. انت بيا سجن سيد؟ انا كنت يعني ذابيني بالحدود، على حدود ما ادري على حدود السوفيتي؟ اي على التحادث على على روسيا، ما اعرف وين ذابينه بالثلوج، يعني ما يجون لنا الا بالطياره، ما يجيبون لنا اكل الا بالطياره، يعني ماكو احد يوصل لهناك، ما ادري بيا جزيره ذابينه. اي فلا يضل بالكم اخوان، وان شاء الله الله يرجع اولادكم بالخير والسلامه. العراق رايح مو مثل اول، وكل شيء متغير هنا عندنا بالعراق، ما حتى الفلوس متغيره، يعني احنا ما رجعنا انطونا 100,000 على الحدود، يعني احنا فكرنا هاي ال 100,000 نقدر ناخذ بيها بيت، نقدر ناخذ يعني سياره بيها، ونقدر نعيش، ونقدر اللي ما متزوج هم يتزوج بهالفلوس، لكن من وصلنا لبغداد خلصت ال 100,000، يعني ما حتى الفلوس ما نعرف لها، هاي الفلوس الجديده.